نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.